نوستالجيا يا صباح الخير يا اللي معانا صباح عسل بنفتح نزهر حول النوم في نادي اهلا بيكم. هو ليه لما بنتكلم في حاجات ايجابيه او جاده ما بيبقاش فيه لايكات وحركات وكلام من ده وترندات وكلام من ده لما بنتكلم في الايجابيات؟ بس لو جينا قلنا مثلا انت شواجري ولا اقعد اطلع اتكلم على ما كلام مش بتاعي واعمل ليبسنج كده ويعني الموضوع يضرب ويعني انا بشوف ناس كتير قوي بتعمل كده بس انا مش متخيل يعني ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. اكيد طبعا بس الفتره اللي فاتت وانا قاعد بلف على السوشيال ميديا في كل الابلكيشنز يعني وكده بس شفت ناس يمكن فنانين كبار وفنانين يعني بحترمهم جدا بشوفهم بيهرجوا بيضحكوا يعني بيعملوا حاجات ما كنتش اتصور انهم ممكن يعملوها حاجات عاديه ما فيش حاجه يعني بس مش عارف يعني كنت احس كده ان انت لازم يبقى ليك هيبه كده ممكن تضحك وممكن تهرج بس خش بقى في تشالنجز ونقعد نحكم على بعض وحاجات مش عارف يعني انا نفسي ما اقدرش اعملها. بس هو السؤال بقى يعني ليه الحاجات دي بتجيب ترندات وتخليك ترند والناس تجري تعمل لك لايك وتكتب لك كومنتات وحاجات من دي في حين ان انت ممكن برضو تقول نفسك وتقول حاجات كويسه مفيده او تستخدم حاجات كويسه ممكن برضو تلاقي ممكن تبقى ترند ليه لا يعني بس هي الفكره انك تفكر في محتوى ينفعك وينفع المجتمع يعني اللي حواليك. فانا بحاول ان انا امسك النوستالجيا انا فعلا عندي نوستالجيا فظيعه للثمانينات والتسعينات ويمكن كتابي نوستالجيا حنين حيدر كتبته السنه اللي فاتت وابتديت ان انا اقرا منه حاجات في على السوشيال ميديا عشان انا عايز اوصل للناس الذكريات الجميله اللي احنا عشناها. فجيلي طبعا كل ما قابل حد يقعد يقول لي يا فاكر نيلي زمان فاكر شريهان فاكر العلم والايمان فاكر عالم الحيوان فاكر مش عارف بابا عبده جده عبده عمه فؤاد فالحاجات دي كلها يعني حتى عشان رمضان قرب يخش علينا فالواحد كده بيبقى عنده نوستالجيا. فقررت ان انا اخد التراك بتاع النوستالجيا واتكلم. الحقيقة ناس كتير عاجبها الموضوع وابتدت تتفاعل معايا بس الموضوع شاق جدا عشان الاقي الوقت ان انا افضل يعني اطلع اتكلم مش لوقت كتير ان انا اطلع لايف لكن بعمل لكم فيديوهات زي اللي انا بعملها دي بتبقى كلها ورا بعض علشان خاطر الحق لان عندي شغل كتير جدا. ف بتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجه هدفع يعني جنب الحاجات التهريج وكده من ده على ده يعني فربنا يقدرنا ان شاء الله. وحاول دايما ان انت تبتكر وتجيب حاجه جديده وما تستسلمش الحاجه اللي ماشيه عشان هو ده الترند. لا حاول تشوف انت مع اللي عمل الترند ده كان فكر وعمل ده فليه لا وربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. نوستالجيا يا صباح الخير يا اللي معانا صباح عسل بنفتح نزهر حول النوم في نادي شو